أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا شرع للناس يستوفي يقولوا يا عمر فهمنا كي يجي يشري يقول له يا عمر يا سواسي الميزان نزل الكفة واش بيك فهمنا ساعة كي يجي يشري ولكن كي يجي يبيع يزر باش ينقص يعني أصبح هذا الكيل هذا لما يعود يشري يعمره لما يعود يبيع يبيع يعطيه ناقص لما يعود يشري يقول له معمر. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم طفى الساعة يعني الساعة تاعك أصبح ناقص يا أبو ذر احنا ظنينا باللي الساعة تاعك راه معمر ولكن دخلت الآن في المطففين اللي نقل الميزان تاعهم ناقص يعني الإيمان تاعك ماهوش كامل. قال له طف الساعة قال له أبو ذر ماذا يا رسول الله؟ قال له أعيرته بأمه؟ قال له عيرته بيمه؟ قال له نعم يا رسول الله أسمعوا. قال له عيرته بيمه؟ قال له نعم. قال له إنك مرء فيك جاهلية. شوفوا احنا واش راه فينا الآن، احنا رانا مغموسين في الجاهلية حتى لوذنينا، هذا غير غلط غلطة. قالوا راك ما زلت فيك الجاهلية، مازال ماكش منقي، مازالك تشوبك شائبة من الجاهلية ولست يعني مصفا تصفية كاملة وأصبحت مغموسا في الإيمان والإسلام خمسة تامة. قالوا ما زلت فيك الجاهلية، إنك مروء فيك جاهلية. قالوا يا رسول أوى على كبري على كبري ولد يعني شيخ وأنا في الإسلام يعني ما زلت جاهل؟ قالوا نعم. تعيروا بأمه أبو ذر واش دار يا إخواني الكرام؟ شوفوا الصحابة الكرام أخلاق الصحابة، ولكن من أين استمدوا أخلاقهم يا إخواني الكرام؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. لو ما هو اللي علمهم ما يحقوا الدرجة هذه؟ لما قالوا عيرت بيمه قالوا ما زلت جاهل يعني ماكش مربي تربية إسلامية. الإسلام ما نجركش مليح. بدأ يبكي أبو ذر الغفاري، بدأ يبكي لأن فيه خصلة تاع الجاهلية. وكيفاش يدير الخصلة تاع الجاهلية هذه حتى ينزعها من قلبه وينزعها من ثناياه؟ كيفاش باش ينحيها ويخرجها؟ طاح الأرض، سمعوا مليح، سقط في الأرض وجعل خده في التراب وأقسم الله يرفع خده من الأرض حتى يأتي بلال ويطأ بقدمه على صفحة خده. قال له أما لا أنا اللي تكبرت عليك كبر عليك وسبك بيماك عفس عليك. وما بغاش بلال علي رضي الله تعالى ما بغاش يعفس، حتى قالوا للصحابة جيب غير فوق غير يعني تحلة الأيمان يعني باش هو ما يحنث، جيب رجلك على قد خده وارفع رجلك ما تعفسلوش على خده وإنما جيبها فوق خده هكذا وارفعها. قال هذا الخد اللي تكبر أروح يا بلال وعفس لي عليه. وما بغاش بلال علي رضي الله تعالى ما بغاش يعفس، حتى قالوا للصحابة جيب غير فوق غير يعني تحلة الأيمان يعني باش هو ما يحنث، جيب رجلك على قد خده وارفع رجلك ما تعفسلوش على خده وإنما جيبها فوق خده هكذا وارفعها. قال هذا الخد اللي تكبر أروح يا بلال وعفس لي عليه باش ينحي الجاهلية هذه التي أوصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بها أنك امرؤ فيك جاهلية. فهمنا كيف؟ ولكن هذه يا إخواني الكرام أين هي منا الآن؟ فين رانا الآن؟ وين رانا يا إخواني الكرام؟ رانا الآن كما قالوا يبلع الجمل وما حمل ويقول لك واش درنا؟ فهمنا كيف؟ يشرط الجمل واللي فوقه ويقول لك ما درنا والو سيدي واش كاين؟ ما درنا حتى شيء، صح ولا ما صح؟ وهكذا وراح الإسلام في واش كاين؟ فهمنا كيف؟ والإسلام كله راح في كلمة واش كاين؟ هذا أبو ذر الغفاري كيفاش تربع وكيفاش طهر نفسه من وثنية الجاهلية على أنه عير رجلا بأمه على أنه قال له يا ابن السوداء. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عاتبه أراد أن يكفر على ذنبه وأراد أن يهين نفسه حتى لا تحدثه مرة ثانية أن يتطاول على الناس، لأن الناس يا إخواني الكرام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كلكم من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمه إلا بالتقوى، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أحمر
إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني شكون اللي يبغيه ربي بزاف؟ اللي يبغي ربي بزاف. فهمنا كيف؟ هذا هو اللي يبغيه ربي. وين تسكن؟ في الجبل ولا في الطاق؟ حال ولا بياض طويل ولا عريض؟ مقطع ولا مكسر رجليه؟ هذه كامل ما يسألناش ربي سبحانه عليها. المؤمن أتقاكم، هذا هو الأكرم عند الله. إذن نزيد نكلمكم على أنه أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى، حتى تشوفوا يعني الرحمة التي افتقدناها. نرجو من الله تبارك وتعالى أن أضرب لكم مثالا، حتى الله تبارك وتعالى نسأل أن يرد عليها علينا هذه الرحمة التي افتقدناها زمنا طويلا. كان في آخر أمر عاش في الربذة، اللي هو أبو ذر الغفاري عاش يعني حوالي 250 أو يزيد على المدينة، مثل الذهب في طريق الذهب إلى الشام. مر عليه ركب من الصحابة ومراحل الشام، القوا أبو ذر الغفاري يخدم يفلح، ومعه وصيف، فهمنا؟ معه وصيف شاري بالفلوس عبد، القوا يخدم معه يد بيد، وأبو ذر فوق عليه حلة مثل الحلة التي على العبد. القوا أبو ذر لابس واحد الجبة مليحة، والعبد نتاعو لابس جبة كيما هذيك، تعجبوا. قالوا له أه كي انت كي عبدك تلبسو كيف كيف، كي انت كي الوصيف تاعك، وعلى ماش عطيت له الوصيف داك، عطيت له واحد دامها لهلا ولبست انت هذوك يقولوا لك زين، زينين في زوج يزيدوا يجملوك مليح سوا سوا كي يكونوا في زوج مليح فوقك. واش قال لهم؟ قال لهم باش تشوفوا بلي باش تشوفوا الصحابه ماشي كيما احنا، احنا بعاد وهم بعاد علينا بزاف، بلي هما لما تقيسهم الحاجه يترباو في ذاك النهار، بينما احنا بالهند وبالسيوف وما نش عارفين، فهمنا كيف؟ وبالمطارق وبالحديد وما نش عارفين، إلى نولو ولا ما نولوش. إذا كان ربي ساقنا الله تبارك وتعالى نسأل أن يقلب قلوبنا إن شاء الله من الإيمان، من 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 الشقاوة أو من الغلظة إلى الرحمة، ومن والعياذ بالله إلى كذا إلى الإسلام إن شاء الله والإيمان. إذن واش قال لهم أبو ذر؟ قال لهم صارنا يعني نلبس مليح والوصيف تاعي بس ماشي مليح. يقول لهم لا، يقول لهم منذ أن عيرت رجلا بأمه لم يبقى لي أن أحتقر ابن آدم قط. قال لهم عيرت واحد مرة بيماه والرسول عاتبني، من ذاك النهار خذيت عهد باللي عمري ما نزيد نحتقر واحد، ولو عبد شراه من السوق لبسه كما يلبس هو وشد معه المحرض ويعاون فيه. وإلى زمان كان إنسان يشريه من السوق يلزم ما يشوف سيده ما كذا، يعني كل شيء هارب. كما ذلك راح تروح مثلا كما رام ناس يتحدثون يقول لك يروح للبلاد هذوك الصلبة اللي رام دايرينهم في الزوي وكذا يأكلوا ويشبعوا. لما يكمل واحد حدثني ذيك النهار قال له لما أكلوا هذو اللي يسموهم المرافقين ويسموهم كذا، راح ليهم واحد، فهمنا كيف؟ قال لك لما نزلوا ناس يعني ورجل عنده كيل وعنده فلوس وما يبغوا الناس هذو باش يحلبوهم، فهمنا كيف؟ وسموا روحهم مرافقين وسموا روحهم أصحاب الزردة وأصحاب الوعدة، ولهم يعني سابقة، ولهم على أنهم لهم برهان ولهم كذا، وعندهم مقبوب وعندهم مقابر جالسين عليها وشدوا الإيتاوات والرشاوي كابر عن كابر. قال أجلسنا. قال لما الراجل يعني عنده فلوس لباس به وجزارهم وفارحين به، حطوا واحد القصعة كبيرة معمرة طعام ومعمرة لحم خيرات كبيرة، قال كلاو وشربوا. لما كمل قال واو روح لاقي على الرعيان هذو، خليهم يجوا كلهم يكملوا ياكلوا، فهمنا كيف؟ إذن الرعيان واش ياكلوا؟ ياكلوا الفضيات تاع سيادهم، فهمنا كيف؟ هما بشر فهمنا كيف، كيما احنا كيما هما، فهمنا كيف؟ بينما الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم ورسولنا صلى الله عليه وسلم كانت تختلط أيديهم في الأواني، فهمنا كيف؟ كل الصحابة كانوا يأكلوا من ماعون واحد، ما يقولوش استنى نكملوا ويجوا فلان، الدفعة الثانية تجي، الدفعة الثانية منين؟ مخدومة بالطين وإحنا مخدومين بالذهب، فهمنا كيف؟ إحنا كلنا بشر، فهمنا كيف؟ ما يقولوش يا ودي روح عيط للرعيان يجوا يأكلوا، محطة الميدا كلها جيبهم كلهم يأكلوا، رعيان ولا غير رعيان كلهم بشر، واش فرق بينك وبين الراعي؟ هذيك اللبسة هذيك النحل ولبس واللبس ولبستك واللي كيما انتايا، هذا ما كان، ليس هناك فرق إلا هذه اللبسة هذه للمظاهر خداعة، هذه المظاهر خداعة هذه يا إخواني الكرام هي التي جعلت الفروقات بين الناس، بينما لما يكون عندنا الدين الإسلامي هذه الفروقات كلها تزول.
يكون كلنا عباد الله إخوانا، فهمنا كيف؟ ما يكونش واحد يتكبر علينا ولا احنا نتكبروا عليه، ولا لما نشوفوا احنا زعيم ولا عظيم ولا الرئيس ولا المرؤوس نبدأ نترعدوا ونخافوا، فهو بشر مثلنا يا إخواني الكرام. لذلك الآن الأوضاع في العالم الإسلامي كله وفي العالم العربي كله متدهورة. لماذا؟ لأننا أصبحنا نقدس البشر على أنهم، يعني هذا الناس هذو الكبراء والوزراء والعظماء، على أنهم خلقوا من ذهب ونحن خلقنا من تراب، فهمنا كيف؟ بالعكس يا إخواني الكرام، الإنسان لما يتصفح التاريخ، علشان نقول للشباب دائما، فما عليكم إلا أن تتصفحوا التاريخ القديم، تاريخ الإسلامي الصحيح، حتى تكونوا على بصيرة من دينكم وتعرفون كيف كانت الخلافة الإسلامية تمشي، فهمنا كيف؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم والذين جاءوا من بعدهم كانوا دائما يختلطون مع الناس. سيدنا أبو بكر الصديق لما ادى الخلافة هو يصلي بالناس ويمشي بالسوق، فهمنا كيف؟ والمرة يعني ثاني يوم من الخلافة تاعه لما بويع اليوم خليفة، غدوة من ذاك الصباح رفد القفة تاعه وراح للسوق يبيع ويشري، فمن كيف؟ لما مسكوا سيدنا عمر قال له يا أمير المؤمنين، أخليفة أم تاجر؟ أنت خليفة ولا تاجر؟ أنت راك تحكم بالمسلمين ورايح تاجر. قالوا وأولادي ماذا يقولون؟ أنا صح راني خليفة، أولادي واش يأكلوا؟ فمن كيف؟ هذا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما أرسل الجيوش الإسلامية للشام، أرسل الجيوش الإسلامية راحت للشام تحارب، وراحت البيت المقدس وفتحت بيت المقدس، الله تبارك وتعالى أن يفتحه علينا إن شاء الله. لما نكون مؤمنين الوعد من الله صادق لا يتأخر أبدا، لأن الله تبارك وتعالى لا يخلف وعده أبدا. ولكن القضية راهي عندنا إحنا، نرجع لله ربي سبحانه وعده ما يتأخرش، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهمنا كيف؟ إن تنصروا الله ينصركم، كل الآيات جاءت بالإيمان، كونوا مؤمنين ينصرنا ربي، هذا وعد من الله تبارك وتعالى لا يتأخر أبدا. سيدنا عمر لما أرسل الجيوش الإسلامية الحقيقية وراحت للقدس يا إخواني الكرام، وربحت وغلبت اليهود وغلبت النصارى وفتحت بيت المقدس، ولما أرادوا أن يأخذوا المفتاح لبيت المقدس من يد الراهب آنذاك، قال لهم هذا المفتاح حاجة كبيرة وحاجة عظيمة، ما نجيبش نعطيه لأي واحد منكم ولو كان أمير، يلزم نعطيه للخليفة في يده، فهمنا كيف؟ باش تشوفوا هذا المفتاح هذا ما يجوش أي واحد يقول لك نروح نحارب اليهود نجيبوكم، أنت شكونوا؟ فهمنا كيف؟ كي الآن أنا أقول لكم يلا بربكم يلا خلينا نحاسبوا، الآن اللي يقول لك نحاربوا اليهود يلا درنا صف ورانا رايحين، وسمعوا بينا اليهود اسمعوا بلي، وسمع اليهود باللي راهم جايين المسلمين يحاربونا، فهمنا كيف؟ ينوض واحد ذكي في اليهود ويخطب يقول اسمعوا المسلمين قبل ما تلحقوا لينا غادي نسألكم علاش راح تحاربونا؟ لا واش درناكم؟ واش نقول نحاربوكم؟ قال حاربونا، قالوا الصبر يا اخي الخمر عندنا وعندكم، الزنا عندنا وعندكم، العري عندنا وعندكم، الربا عندنا وعندكم، فهمنا كيف؟ السرقة عندنا وعندكم، حاجة واحدة راكم زدتوا علينا، راكم تغشوا، تخدعوا، تكذبوا، تاكلوا بعضكم بعض، تسرقوا بعضكم بعض، قال إذا أنتم راكم مرونين، غير ريحوا ما تعبوش نفسكم، كون جونا غدوكم، صح ولا مو صح؟ والله لو قدر لنا أن نقوم عن بكرة أبينا وأمنا، وأن ننطلق صفوفا متراصة إلى اليهود، لكانت الهزيمة المنكرة. يغلبونا، لا لأن قلوب فارغة، وقلت لكم أنا قاعدة مشتقاة من التاريخ الإسلامي الحقيقي للشباب أن يجعلوها نصب أعينهم لا ينسونها أبدا، ألا وهي نحن أمة ننصر بالطاعة ونهزم بالمعصية، فهمنا ولا ما فهمنا؟ احنا أمة ينصرنا ربي إلى طعنا ويهزمنا إلى عصينا، وإحنا نشوفوا روحنا ذكرنا طايعين ربي، ايش تشوف في جرم بارك كيفاش نشتكوا في بعضها بها؟ رمضان شهر الرحمة، شهر القرآن، شهر التلاوة، شهر القيام، ناكلوا بعض ما بعض ونعمروا بادي نزبل بالماكلة ونرموا وناس ما لقاتش لقمة تاكلها. وقول لك الإسلام نحن نغلبوا اليهود لما نولوا خير منهم في كلش، ونولوا مؤمنين ما يجبوش ينتقدونا، يقولوا يا المسلمين جيتوا تحاربونا وانتم بيوتكم متقوبة وبيوتكم عورة فيها وفيها وفيها، ما ينجموش نقولوا خلاص خلاص أصبح بناؤنا متكامل ما فينا حتى عورة، أنتم مليانين بالعورات، لذلك وجب علينا والله تبارك وتعالى ينصرنا عليكم ونغلبكم بإذن الله، أما وبيوتنا عورة ونروح نحارب
يذهبوا لبيوتهم يعني أقل عوار منا، هذه ما تخش يا إخواني الكرام، ما تخش في العقل، باللي بالحساب ما تقبلش. كي تلاقى واحد ظالم مع ظالم انت واش تقول؟ تعرفوا في زوج ظالمين وتشوفوا متلاقاو واش تقول انت؟ انت وحدك تحسبها، تقول ما دام هذا ظالم وهذا ظالم الصحيح يغلب، صحيح ولا لا؟ الصحيح يغلب، ظالم مع ظالم الصحيح يغلب. بينما ظالم مع مؤمن، بينما كافر مع مؤمن حقيقي، الغلبة للمؤمن. وإن بدا لك أن في بداية الأمر فيه نوع من الهزيمة، ولكن العاقبة كما قال ربي للمتقين. من كيف؟ ولو خسرنا أنا معركة خسرنا للمعركة، ولكن العاقبة أننا سننتصر النصر المبين بإذن الله. إذن ما هو المطلوب منا يا إخواني الكرام؟ قبل أن نعد العدة وقبل أن نعد الصواريخ، فما علينا أن نعد الصواريخ الإيمانية هي الأولى. نسقم أرواحنا وننظم أرواحنا ونستقو تعاليمنا من تاريخنا الإسلامي الحقيقي. فمن كيف؟ نقراوه ونوض ونحاربه في سبيل الله ينصرنا. تعالوا شوفوا سيدنا عمر لما قال الزعيم تاع بيت القدس نصراني آنذاك، قال هذا المفتاح تاع بيت القدس ما هو سهل، ما نعطيش أنا إلا الأمير المؤمنين. وأمير المؤمنين وين؟ في المدينة، يعني بينه وبين القدس مسافة أشهر. قالوا ما نعطي حتى الواحد إلا في يد أمير المؤمنين، لأن مفتاح غالي ما هو سهل. وبعدين الصحابة رضي الله تعالى عن الناس يستجيبوا لله، قال هذا الرجل طلب مطلوب شرعي نجاوبه. رسلوا الأمير المؤمنين قال له خلاص رانا فتحنا بيت المقدس وطهرناها، ولكن راه اشترط علينا يعني راهبها أن لا يعطينا المفتاح إلا في يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. لما وصل للمدينة وقرأ سيدنا عمر الخطاب أفرح، قال هذا الشيء شرفني باش نروح نشد المفتاح تاع بيت القدس. وركب اركب وراح باش تشوفوا هذا الرجل العظيم، وراح حتى الحبل القدس. واش راح يجيب؟ راح يجيب مفتاح القدس فتحوه المسلمين المؤمنين الخلص الذين ارسلهم هو بنفسه. لما وصل ووصل الى القدس الشريف وهناك الرهبان متصافون صفا عظيما في ابهه عظيمه ينتظرون امير المؤمنين ان ياتي حتى يستلم المفتاح. والصف هكذا تاع المسلمين منا وانتاع النصارى والرهبان من جهه اليمين، وسيدنا عمر جاي راكب على الناقه والخادم نتاعه موراه. فهمنا؟ المهم لما وصل قرب من بيت المقدس فدخلت الناقه في بركه من الماء فاصبحت تعالج المشي فلم تستطع ان تخرج. دخلت الناقه تاعه في واحد الحفره تاع الماء، بدات تطبع ما تجيش تخرج. كيفاش دار سيدنا عمر؟ عنده خدام تاع الله. احنا واش نقولوا؟ انزل لفلان طبعها ولا جبد، صح؟ هكذا نقولوا. هو انزل وقبل ما ينزل نحى الصباط تاعه البلغه تاعه، فهمت؟ لان باش ما يخسرهاش المسلم، ما يخسرش، دارها تحت باطه ونزل ودخل في الحفره هذه كنت يجبد في الناقه خرجها. والكفار يتفرجوا والمؤمنين يتفرجوا. وبعدين الخادم تاعو جاي يزف قال له اجلس انت في محلك، اجلس ريح. هنا كيف؟ قال الخدام انت اجلس على الناقه ما تحركش. وشد الناقه بيده المباركه والنعل تاعو تحت باطه وهو جاي. سمعت؟ جاي ينظروا فيه الرهبان ينظروا فيه المسلمين تعجبوا. جالي عمرو بن العاص داهية العرب المعروف جالي يجري، قالوا يا أمير المؤمنين هل قدرت الموقف؟ يا أمير المؤمنين قدر الموقف، هذه ناس بروتوكول راهم يتفرجوا فيك وانت جاي الخدام تاعك جالس وانت تكركر في الناقة وصباطك تحت باطك، وشنو هالتمارة عليك؟ الفت روحك شوية باش على الأقل نخلعوه. فهم هكذا نقولوا احنا يا سيدي سقم روحك راهم ناس تفرجوا. فهمنا؟ ولكن هذا زاد سيدنا عمر رفعة، يقود في الناقة والخادم تاعو فوق الناقة والصبابط تاعو تحت باطه ويكركر في الناقة وجاي يدي تاع بيت المقدس. واش قال له سيدنا عمر لعمر بن العاص؟ قال له والله لولا غيرك قالها لا أوجعته ضربا، ولكن انت امير راني دايرك تتحكم فيه. قالوا له كان واحد اخر قالها لي غير نعطيه العصا.
واش قالوا؟ والله يا إخواني الكرام سيدنا عمر أنا قلت لكم دائما أنه يطلق عليه، يعني أنا أقول يعني ما هوش أنه خريج المدرسة النبوية الحقيقية. فهمنا كيف؟ هذا منين تخرج؟ خرج من المدرسة النبوية، مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال كلمة جدير بكل مسلم أن يحفظها، وأنا أقولها أمام الشباب حتى يحفظوها ما ينسوهاش. هذه هي الكلمة اللي قالها سيدنا عمر، هي اللي تقرر المصير تاعنا في حياتنا دائما. تقرر المصير تاعنا من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تخلص الدنيا. إلا بعدنا عن الكلمة هذه رحنا. وشنا الكلمة هذه؟ جدير بكل شاب بكل مؤمن أن يحفظها. واش قال له؟ قال عمر بن العاص، قال له نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. شفت على كلمة شحال زينة؟ قال احنا أمة يقول انت يكين اطلع وسقم اللبسة، يعني نخلعهم. ماشي هذيك، هذيك ما تخلعهمش، نخلعهم بالإسلام الحقيقي هو اللي نخلعهم به، ماشي بالكرافة واللبسة. من كيف؟ بينما هل احنا اليهود والنصارى نخوفهم من نلبسوا مليح ولا ناكلوا مليح؟ ما نخوفوهمش. وسيدنا عمر لما مات والجبة تاعو فيها 12 رقعة 12 قياسة، وعاد يقول سيدنا عمر ما كاش منه، حاشا لله، لم يزده ذلك إلا رفعة ومكانة، لأنه مع الله، والذي يكون مع الله يرفعه الله ولو يموت عاريا، والذي لا يكون مع الله يذله الله ويخزيه ولو كان مغموسا في الترف واللباس إلى أخمص رأسه وقدمه. فهمنا كيف؟ إذن واش قال سيدنا عمر؟ قال كلمته التاريخية التي سجلت على صفحات التاريخ، أنه نحن أمة أعزنا الله بالإسلام. لأن شاف التاريخ تاعه العرب واش كان؟ العرب في الجاهلية ماذا كانوا يا إخواني الكرام؟ كانت معلوماتهم لا تزيد على الأشعار وعلى الخطب وعلى النثر وعلى الهجاء وعلى الغزل، هذا من ناحية الثقافة. ومن ناحية المعاش تبتنى معيشتهم، تبنى على الغارات وعلى الهجمات على بعضهم البعض. فهمنا كيف؟ أن نخلوا جد عند فلان يلا نروحوا ندوه له بالقوة، الغنم ولدت عند فلان يلا ننهبوها له بالقوة، وهكذا دحية العرب الجاهلية. ولما جاء الإسلام رفعهم وأعزهم ورفع رؤوسهم. لذلك سيدنا عمر يعرف، قال نحن قوم أو نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. احنا الآن بربكم قولوا الآن شعوب ودول العالم الإسلامي والعربي كشعوب ودول، هل الآن نرانا نبتغي العزة من الله ولا رانا من الإسلام ومن الله، ولا رانا نبتغي العزة من جهة أخرى؟ رانا نبتغي العزة من جهة، صح ولا لا؟ ما جيناش كنت أضرب الإسلام، كل حاجة الإسلام، احنا ما نضربوا برا وما نضربوا مسمار في لوحة إلا تجيبوا لنا الإسلام. نعم، مسمار في لوحة بالإسلام، إذا الإسلام أذن يدخل المسمار هذا يدخل، قال حرام لا يدخلش المسمار هذا. فهمنا كيف؟ وهكذا كل حاجة يسمى بالإسلام. نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره، إذا خلينا الإسلام وقلنا ننتصر بالرأسمالية ولا بالشيوعية ولا نروح جهة أمريكا ولا أخر يقول يلا روح جهة روسيا، رانا جربنا، راه النص العالم العربي مقصود، نص مع الأمريكان، نص مع روسيا، وكلاهما في انحطاط شديد، وكلاهما في هوية لا يعلم سحقها إلا الله تبارك وتعالى. فهمنا كيف؟ يا كلهم جربوا، هل راح مع الرأسمالية؟ راح، ولا راح مع الشيوعية؟ راح، ولا راح حتى مع الإسباني والوكالين الضفادع؟ راح. فهمنا كيف؟ كل واحد عنده عكازة من إجابها. فهمنا كيف؟ أما اللي يقول لك نرجعوا لديننا ربي يرفعنا رسالنا، مازال ما سمعناش، ولا سمعتوه؟ مازال ما سمعناش. الله تبارك وتعالى يقيض لنا إن شاء الله من أنفسنا من يقول هذه الكلمة، كلمة عمر رضي الله تعالى عنه الذي قال نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فهمنا كيف؟ نحن رفعنا ربي رسالنا بالإسلام، إذا شدينا بالإسلام نبقى ورأسنا مرفوع، خلينا الإسلام وبغينا جهة أخرى ربي سبحانه نكسرنا الرصان تاعنا. ولو يعمرون الدنيا السوق بالماكلة والسوق بالحوايج ونتعمر الدنيا سوارخ والدنيا طانقات والدنيا طيارات، والله ما ينفع. فهمنا كيف؟ لأن الإسلام ما كاينش. نحن أمة أعزنا الله بالإسلام
فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وهذه هي القاعدة اللي قلتها لكم قبل قليل، أننا نحن أمة ننصر بالطاعة ونهزم بالمعصية. هذه كلام سيدنا عمر، فهمنا كيف؟ يعني مضمون سيدنا عمر احنا أمة ينصرنا ربي بطاعة الله ويخذلنا والعياذ بالله بمعصية الله. إذا أطعنا ربي سبحانه يرفع لنا الرسال، عصيناه ينكس لنا الرسال. ولو عندنا الدنيا كلها طائرات كلها صواريخ، لأن الناس بزاف يعتمدوا على الصواريخ ويخلوا ربي ويخلوا الإسلام. أنت لا تنظر إلى الصواريخ وتخلي الله. أنا والله الذي لا إله إلا ولا يهتمني الدنيا كلها صواريخ، فهمنا كيف؟ واو العراق مضروب بالصواريخ، واش دار؟ هاوزات لليهود شحمه على شحمه وكرش على كرش، فهمنا كيف؟ لو كان ما ضربهمش احسن، اقتل ربع اليهود الملاير بدا يكبوا على اليهود، فهمنا كيف؟ احنا قبل ما نضربوا اليهود يلزم نفهموا رواحنا. وبعدين اللي سالي ما قراش التاريخ كل يوم يطير، يلزم يقرا التاريخ الاسلامي. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل المدينه وهي ملعب اليهود، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينه وفيها ما يزيد على 5000 يهودي، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده حوالي 1000 صحابي معه. وبعدين دار لهم كيفاش نسق الامور وكيفاش مشى في الامور حتى غلبهم، واللي اكثر من ذلك ما نقولكمش غير غلبهم، ذلهم الذله التي لم يذلوا مثلها في التاريخ. نقولكم ذلهم ذله ما عمرهم ما ذلوا بها في التاريخ. واش الذله هذه يا اخواني الكرام؟ ان اليهودي حفروا لهم خناديق، واللي بغى يقرا التاريخ يقرا، حفروا لهم خناديق كما تقولوا انتم طرانشيات، ويجي اليهودي، فهمنا كيف؟ ويجي اليهودي ويدير يديه موراه ويدير له راسه في الطرانشي، ويجي الصحابي يضرب له راسه ويقلبه ويقلبه يعطي رقبته وحده. هذه في التاريخ شكون دار على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماشي حاربهم، قالهم انتم اذل من ان نحاربكم، بل انتم تجيبوا رسانكم اذل من الشياه واذل من الارانب، وتحطوا رسانكم للصحابه يطيروا لكم رسانكم. 900 يهودي في نهار واحد، قضيه بني قريظه، نهار واحد 900 يهودي اعطوا رقابهم ويموتوا ويخرجوا من الحصن تاعهم